الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا أصارخ يطلع الصوت، إذا ما أصارخ ما تطلع الصوت. مشكلة هذه صعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادتي تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا باب الرحمة. السلام عليك يا غريب كربلاء. السلام عليك وعلى أهل بيتك وأنصارك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا فالذن مدى الدهر لم يشفع صلح السماعة شوي، حاول خلي يعدل السماعة. فيا أيها الوتر في العالمين. فالذن مدى الدهر لم يشفع شممت ثرى نسيم الكرامة من بلقعي. هنيئا لمن أشم تراب الحسين وعفرت خدي بحيث استراح خد. لكن متى استراح هذا الخد؟ وما
متى رجع الخد إلى الجسد؟ متى غيد رأس الحسين إلى جسده؟ وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرع ولم يضرغ، وحيث سنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يكشغ. سيدي وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع وطفت. تريد وياها الطوف؟ أتريد أن تطوف على ضريح الحسين؟ وطفت بقدرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع. ماذا تخيلت وأنت حول قبر الحسين وضريحه؟ قال كأن يدا من وراء لتبدل منه جديب الضمير بآخر مغشوشب ممرع. يا ابن البتول وحسبي بها دليلا على كل ما ادعي. وجددت صوتك في مسمعي خذول وصية يا الذي تريد الزيارة. ومع السلامة ورابحين بهالتجارة اخذوا
اسمع مني بشارة طولة عمر والخير وزيادة بالابنين اللي دايرين حسين لبس ثياب طيب من الزهر اللي دايرين مات لا معين ولا زاد ما تبعطش والله يا شيخ عظام يا حسين ولمن وصلت هناك وشفته معي الافراح والله يا شيخ عظام يا حسين ولمن وصلت كربلاء وجيت الشريعة ذكر ابو فاضل وشفينا القطيع على السبع الحما خدر الوديعه وقولوا يا ابو فاضل يا شايل راية حسين يا زاير ضريح حسين يا زاير ضريح حسين الزم للضريح وصيح من كل عين اما لا صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمس لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ينسب إلى علي عليه السلام أنه قال في ضمن احتجاجاته على أصحاب السقيفة فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب بعد أن تجلى لنا بوضوح أننا لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وقف موقفا لا مبالاة من مستقبل الدعوة
وقف الموقف السلبي من مستقبل الدعوة بعد أن علمنا بطلان هذا الفرض للدلالات الباطلة الملازمة له كغياب الرؤية المستقبلية للدعوة عن الرسول صلى الله عليه وآله أو دلالة عدم جعل الرسول صلى الله عليه وآله الأمور المتعلقة بمستقبل الدعوة من ضمن اهتماماته أو الدلالة الثالثة الباطلة والتي يترتب عليها بطلان افتراض أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقف موقفا إيجابيا من مستقبل الدعوة. هذه الدلالة الملازمة لهذا الفرض الباطل هي أنه يلزم أن تكون الأمة التي تخلف فيها الدعوة أمة مؤهلة وأمة صالحة لأن تقوم بهذا الأمر بدل الرسول صلى الله عليه وآله، فتختار منهجا من عندها، لأن المفروض حسب الفرض أن السماء عطلت والسماء أغلقت أبوابها، ولطف الله وهدى الرسول وتعليم النبي صلى الله عليه وآله حرم الأمة من مفهوم مسبق يعملون على ضوئه من أجل الوصول إلى القيادة والإمامة. يعني الأمة ما تملك شيء حسب هذا الفرض، الأمة ما عندها شيء تعمل على ضوئه. هذه الأمة ستفاجأ إذا خليت الساحة من القائد من النبي صلى الله عليه وآله، ستفاجأ بفقده دون أن تملك مفهوما مسبقا تعمل على ضوئه وتعمل طبقه من أجل أن تصل إلى قيادتها التي ترعى رسالة الحق، مما يدفع الأمة إلى التخبط والاختلاف والتناقض والتصرفات المرتجلة. لأنه الأمة إذا ما تملك من النبي توجيه، معناه كل واحد من أفراد الأمة عنده وجهة نظر، كل واحد من أفراد الأمة عنده رأي. وبالفعل هذا اللي حصل في دار السقيفة، الأنصار يقولون الأمر إلنا، المهاجرين يقولون الأمر إلنا، جماعة الأوس يريدون أمير من عندهم، جماعة الخزرج يريدون أمير من عندهم، عمر بن الخطاب يقول إلى سيد الأنصار تبايع أبا بكر أو أطع على بطنك، أدوس على بطنك حتى لو ندر عضوك. حوار أشبه بالوحشية والغاب. شنو بالله ذول الصحابة مو متربين؟ الإسلام ما رباهم، الإسلام ما هدبهم، النبي خلاهم هالشكل أشبه بغاب. هذا كله يلازم بطلان الفرض الأول، لأن أمة راح تواجه فراغ، راح تواجه تيه إذا افترضنا النبي ما وجه الأمة على صعيد اختيار القيادة. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الأمة ما وصلت أصلا إلى درجة من النضج والوعي والاستيعاب للحقائق والمعارف حتى تؤهل لأن تقوم بهذا الدور. أمة حتى خليفة الثاني إلى أن مات ما يعرف حكم الكلالة. أمة الواقع أنفسهم أفراد الأمة وفي طليعتهم الصحابة يختلفون في الأحكام، واحد يشرق واحد يغرب. الخليفة الأول يقول أقتل خالد لأن زنى وقتل نفس محترمة. الخليفة الثاني يقول لا، الخليفة الأول بل الخليفة الثاني يطالب بقتله، والخليفة الأول يقول له هذا سيف الله وسلة وكذا. وتناقضات من كل جانب ومن كل جهة. هذا وضع مزري. أمة قتل خليفتها الثاني، قتل خليفتها الثالث، قتل خليفتها الرابع. معاوية من بعدهم وصل إلى ميدان السياسة
وتسبب في معركة صفين بقتل 90,000 من المسلمين. هذه أمة مؤهلة لأن تطلع بالرسالة العالمية الخاتمة. هذا من جانب. هذه أمة فيها طابور متستر بالإسلام وهم أهل النفاق، يعمل ليل ونهار في الخفاء من أجل أن يجهز على نبي الإسلام والإسلام. والقرآن تحدث عن هذا المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن من أهل المدينة وياك ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. هذه جبهة عداء في الداخل تعمل، هناك جبهات عداء خارجية متمثلة في الفرس والروم. وإحنا نعرف النبي صلى الله عليه وآله وجه أسامة بن زيد إلى جهة الروم مع سمة المعارك. يعني هذه أمة تعيش أخطار في الداخل وفي الخارج، وبالتالي يهمل أمرها النبي. النبي صلى الله عليه وآله اللي عنده حرص أن يعين القادة اللي يتولون قيادة فرعية محدودة الدور، ويفرض ويعين من يشاء ويختار، حتى لو رفض كبار الصحابة وأغلبيتهم. وشكل ما كانوا راضين بتعيين أسامة، ما كانوا راضين. أسامة بن زيد شاب وعمره 18 سنة وهم شيوخ وكبار السن، وبالتالي كيف هذا يفرض عليهم كقائد؟ هكذا النبي صلى الله عليه وآله عينه صلوات الله وسلامه عليه. شاهد أن هذه الأمة ما عندها نضج وما عندها وعي كامل للمعارف، وتعيش تناقضات وعداء في الداخل والخارج. ومن ضمن الأدلة على وجود الجهل في الأمة كتب المسلمين، بعض المصادر تنقل أن عمر نفسه لا يرضى لا يقبل أن أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الأمور التي بعد لم تكن، الأمور اللي بعدها ما حصلت، ما يرضى عمر. هذا الدارمي في سننه يروي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن شيء، قال له: لا تسأل عما لم يكن. شنو بالله ما يثقفون المسلمين؟ يعني ما يتعلمون؟ يقول له: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من يسأل عما لم يكن. فأما ما عندها وعي كامل، بالتالي النبي صلى الله عليه وآله شنو بالله يجازف بالدعوة، يجازف بالإسلام. فبالتالي سقط هذا الافتراض. الافتراض الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وقف موقفا سلبيا من مستقبل الدعوة، لا يقبل هذا الفرض إلا من يهضم الرسول صلى الله عليه وآله حقه ورسالة الإسلام العظيمة حقها. بقي أن نفترض افتراض آخر، وقبل لا أفترض الافتراض الآخر أريد أن أنبه إلى شيء، لأن أنا بودي أن أي حبيب من الأحبة أمثال الأستاذ أن ينبه على أي أمر يحتاج إلى تنبيه. وأنا في الأمس في سياق كلامي قلت أن الخليفة أبا بكر أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يكون صحيح بناء على ما يقرأ في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي، إذا تراجعه في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، إذا تراجعه في كتاب الرياض النظرة إلى المحب الطبري، محب الدين الطبري. هذه المصادر الثلاثة روت عن زيد أو يزيد، اختلاف التسمية في المصادر، زيد أو يزيد بن الأصم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام
سأل أبا بكر قال إليه أنا أكبر أم أنت؟ يسأله فقال أبو بكر لا بل أنت أكبر مني وأكرم مني وخير مني وأنا أسن منك يعني قال أنا عمري أكبر منك. إذا هذا الحديث صحيح هذا على لسان أبي بكر يقول إلى النبي أني إيش أسن منك، لكن سيأتي هذا الحديث مصحيح، هذا مصحيح. أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، ابن حجر في الصواعق المحرقة، السيوطي في تاريخ الخلفاء، ابن عبد البر في الاستيعاب، يذكرون هاي المصادر تذكر أنه أخرج البزار أحد كبار علماء الحديث، أخرج البزار بسند حسن عن أنس قال إن أبا بكر أكبر الصحابة سنا هو وسهيل بن عمرو. إذا أكبر الصحابة سنا، بعض الصحابة تدري ايش قد عمره؟ النابغة الجعدي عمره أكثر من 200 سنة. هو أنا قلت لك يعني عند التحقيق هذه الروايات المروية أن أبا بكر أكبر سنا من النبي هي في الحقيقة ولفت نظري الأستاذ وخلاني أراجع البعض الدلائل اللي تشير أن أبا بكر أسن من النبي صلى الله عليه وآله، هذه كلها مكذوبة ومغلوطة. تريد تخدم جانب، تريد أن تخدم جانب الدعاية اللي إيش اللي اعتبرت مبرر ومسوغ لأن يتولى أبو بكر الخلافة. ليش؟ لأنه أكبر سنة اعتبار عمره أكبر. والحال ينقل صاحب الغدير عليه الرحمة الشيخ الأميني، إذا تراجع الجزء السابع من كتاب الغدير، ينقل أن المشهور أن عمر أبي بكر مساوي ومقارن لسن النبي صلى الله عليه وآله. عمر النبي 63 وأبو بكر أيضا عمره 63، وبالتالي يعني الكلام اللي ذكرته ربما اعتمادا على هالمرويات الايش الضعيفة، وأنا اعتمدت على مصادر السنة يعني مصادر من هالقبيل، فهذه المصادر خدعتني الواقع، هذه المصادر أعترف بأنها خدعتني. الحقيقة لا، الحقيقة أن المحققين ويعني كبار العلماء يذكرون ما يكاد أن يكون متفقا عليه أن عمر الخليفة أبي بكر مساوي لعمر النبي صلى الله عليه وآله. وبناء على هذا بالنسبة إلى النقطة اللي علقت عليها، خلاص إحنا نحكم بعد أو نطلب حكما مساويا، بعد نطالب بحكم مساوي مثل ما قبل كتاب أبي بكر عمره 63 ومريض ويغمى عليه تارة ويفيق أخرى، نطالب بحكم مساوي أيضا كون يقبل كتاب النبي صلى الله عليه وآله ولا يتهم بالخرف وبالهجر. هذا لبيان الحقيقة، لأننا نحن نطلب الحقيقة ونطأطئ لها إجلالا. ولهذا أطالب الإخوة أنه فيما إذا حصل غفلة حصل شيء من يعني أمر يحتاج إلى بيانكم يبين. الافتراض الثاني اللي يمكن أن نفترضه واللي شوية يحتاج إلى يعني يستحق أن يذكر، هو أن نفترض بأن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أبطلنا الموقف السلبي كن نفترض أن وقف موقف إيجابي، لكن هذا الموقف الإيجابي ما هو؟
هل أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأمة: من قطع رقابكم وسفك دماءكم وقهركم وتغلب عليكم وسمي خليفة فهو ولي أمركم وإمامكم الذي تجب طاعته؟ هذا أمر ما يستحق الذكر، يعني هذا تسخيف، يعني هذا الأمر المفروض ما يحتاج لذكره. أو لا، فلنترقى إلى ما هو أرقى من هذا. هل وجه النبي للأمة، طبعا هذا القول اللي قلت لك يذهب بعض علماء أهل السنة إلى، وذكرت لك أبو يعلى اللي هو صاحب كتاب الأحكام السلطانية هالشكل يكتب في كتابه، يقول: فمن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحق لامرئ يؤمن بالله وبرسوله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. طبيعة الحال هذا ما يستحق أن يناقش، لأن هذا معناه نسف للرسالة الإسلامية كلها، هذا نسف لكل مبادئ الدين، يعني معناه احنا نصير عبدا للطواغيت. على كل حال، لا، خل نترقى، نقول: هل النبي صلى الله عليه واله وجه الامه، وقف موقف ايجابي يتمثل هذا الموقف بان وجه الامه الى ان قال اليهم: اي شخص فيكم يبايع واحد او اثنين او خمسه خلاص يصير خليفه، يصير خليفة، مثل ما يقولون أن بيعة أبي بكر بدأت باثنين، بايعه اثنان، عمر وأبو عبيد، اثنينهم بس. ولهذا يعتقد بعض أهل السنة أنه تنعقد البيعة باثنين، باثنين خلاص. هل النبي صلى الله عليه وآله هكذا قال للأمة؟ النبي قال للأمة الشكل؟ أي واحد من، طبعا لو نقول هالكلام، لو أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأمة هذا القول، سنصطدم مع رأي الخليفة عمر، لأن الخليفة عمر في صحيح مسلم يقول كانت، أو باللفظ اللي وارد في النص: لا يغترن امرؤ، صحيح مسلم، أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، ألا إنها قد كانت كذلك. يعني هي فلتة فعلا، الفلتة الأمر الغير محكم. ألا إنها قد كانت كذلك، إلى أن قال: ليس فيكم من تشد له الأعناق مثل أبي بكر. يقول هاي نقبلها في صح أبي، في حق أبي بكر، لكن أي واحد يعود إلى مثلها يقتل هو المبايع والمبايع له. هذه وجهة نظر عمر، المبايع والمبايع له يقتل، يحكم عليه بالقتل، صحيح مسلم هذا الكلام. فهل النبي هالشكل وجه؟ طبعا هذا باطل ولا يوجد ولا حديث، وبالإمكان التحدي إذا موجود حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال الإمامة أو الولاية أو الخلافة تنعقد من بعدي بالبيعة، بايع واحد اثنين خمسة إلى آخره. شنو دليلكم بالله؟ قال: والله الصحابة، دليلنا الصحابة. هل الصحابة مصدر تشريع؟ وهنا المشكلة، هنا الخطر. يقول لك: والله الصحابة هالشكل فعلوا. والصحابة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قسم من عندهم يزاحون عن الحوض يوم القيامة، يزاحون عن الحوض، يبعدون عن النبي صلى الله عليه وآله، وينادي النبي صيح كما في صحيح مسلم مرتين، في صحيح مسلم الجزء الرابع يقول: أقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقالن إلي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. دول مصدر تشريع اللي يحدثون في الدين. وهذا ابن ماجه في سننه يروي عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله: سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنن ويعملون بالبدع
ويؤخرون الصلاة إلى غير مواقيتها. يقول قلت له إذا أدركت ذلك كيف أفعل؟ قال إلي يا ابن أمي عبد تسألني كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. فيخبر النبي أن قسم من الصحابة أحدث في الدين، إذا قسم من عندهم يحدث في الدين إحنا نعتمدهم كمصدر تشريع؟ ما يمكن أن نعتمد من يحدث في الدين ويغير. ثم من قال؟ هل قال النبي صلى الله عليه وآله؟ هل قال إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وصحابتي؟ اسألوا الترمذي في صحيحه والحاكم في مستدركه واسألوا كل مصادر المسلمين، ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. وحديث الثقلين يرويه مسلم في صحيحه بلفظ أهل بيتي، حديث الثقلين بلفظ وسنتي، مع أننا نقبله ونؤمن به، لكن لأن ضعيف السند ما رواه مسلم، بينما روى حديث الثقلين بلفظ أهل بيتي. وثلاث مرات أذكركم الله في أهل بيتي، يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قال إني مخلف فيكم ثقلين، وذكر كتاب الله والعترة وأهل البيت، ما ذكر الصحابة. الصحابة ليسوا مصدر تشريعا، ليسوا مصدر تشريع. إذن مسألة المبايعة هذه ما تستحق الذكر أيضا، لأنه لا دليل عليها. ما تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد، لأن هذا مأخوذ ودليل هالأمر ومدرك هذا القول فعل الصحابة، وفعل الصحابة ليس حجة ولا تشريعا. بقي ماذا؟ بقي أن نفترض أن لا، النبي صلى الله عليه وآله وقف موقف إيجابي، هذا الموقف الإيجابي يتمثل بأن قال للأمة طبقوا نظام الشورى من بعدها. هذا شوية يستحق يذكر يعني، لأنه جميل، براق، براق وأخاذ وجميل. دعونا نناقش هذا الأمر ونلاحظ. أول سؤال، هل يوجد مسلم على وجه الأرض يعرف كيفية وحدود وتفاصيل نظام الشورى الذي يفضي إلى القيادة على المسلمين؟ هل يوجد مسلم على وجه الأرض يعلمنا كيفية هذا النظام الشوروي؟ الله يجازي خير، خلي يعلمني، خلي يعلمنا. إذا يوجد مسلم على وجه الأرض إلى الآن يعرف ما هي كيفية نظام الشورى الذي به نصل إلى الخليفة والوالي على المسلمين، لأن احنا نسأله والله، نقول له هل الشورى هي ما يتبناه أو ما تتبناه النظرية الديمقراطية التي تعتمد رأي الأكثرية؟ لأن المعيار والميزان في المبدأ الديمقراطي يعتبر أن السلامة وأن الخير وأن الصحيح وأن الصواب وأن الفضيلة اتباع الأكثرية. وين الموج الغالب؟ وين العدد الأكثر الزاحف؟ خلاص هذا هو المعيار والميزان. هل النبي هالشكل قال للأمة أن نظام الشورى في الإسلام بهالطريقة؟ شاوروا المسلمين، شوفوا شقد عددهم، مليار، مليار وكذا مليون، شوفوا أخذوا آراءهم كلهم ولاحظوا وين الكفة الغالبة، إن شاء الله لو يختارون يزيد بن معاوية. لكن هذه رضيها الحسين؟ رضيها؟ قبلها الحسين؟ وأغلب أغلب الأمة آنذاك قد انخذلت وانصاعت إلى حكم بني أمية، واللي مشوية الحسين وثبت مع الحسين نيفو سبعين، نيفو سبعين هالقلة تتقيسهم بالأكثرية الساحقة. الحسين انصاع أخذ برأي الأكثرية ويا حكم يزيد. على كل حال، فهل أن النظام الشورى بهالمعنى أو لا؟ أو أن نظام الشورى هو بالطريقة التي علمنا إياها عمر ابن الخطاب
حيث أنه جعل الشورى في ستة، وما سمح إلا لستة فقط هم الذين يبدون الرأي والمشورة في اختيار الخليفة، وبأحكام خاصة. افترض في من خالف منهم ما يحترم رأيه، ما كنت ديمقراطية هنا. ستة، ذول الستة لهم حق المشورة، وأي واحد منهم يخالف يقتل، تضرب عنقه بهالكيفية هذه. وأيضا وجه إلى أن الكفة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف هي التي ينبغي أن ترجح. وقبل هذا، قبل أن يوصي بهالنظام، قال لو كان اثنين من الصحابة موجودين، واحد منهم أبو عبيدة، لأوصيت له بالخلافة، كان ما وصي بالشورى لها الستة، كان أوعز إلى بالخلافة. إحنا إلى الحين ما ندري الشورى في الإسلام الأخذ بأقوال الأكثرية أو أخذ أقوال ستة وبقية المسلمين ما لهم حق في المشورة. ائتونا بكتاب موجهون إلى مصدر. لما نقول النبي يريد الأم، يقول لك والله هالشكل القرآن قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. قل هاي الآيتين أجنبيتان عن الموضوع، ليس موردهما الخلافة والولاية، هاتان الآيتان تتحدثان عن التطبيقات، تتحدثان عن التكاليف التطبيقية للمكلفين والتي تتعدد فيها الأساليب، يتشاور المسلمون في اختيار الأسلوب الأمثل. وهذا غالبا حصل في إيش؟ في أساليب المواجهة وميادين القتال والحرب والجهاد، لأن الأساليب تتعدد. ولما تستقرأ مشورات النبي صلى الله عليه وآله مع الأمة مع الصحابة، تجدها في هالميدان فقط، تجدها في هالميدان. مثلا في بدر لما فلتت القافلة وقريش زحفت، القافلة فلتت ونجت، بينما قريش خرجت للحرب، شاور النبي أصحاب الوياء، شنو رأيكم بالله؟ نرجع مخذولين إلى المدينة حتى قريش تهاجمنا في قعر دارنا، أو لا نتبع القافلة اللي وصلت إلى مكة، أو لا، أو أننا نواجه زحف قريش ونحارب ونجاهد؟ أشار عليه الخليفة أبو بكر، أشار عليه، وجزاء الله خير بن هشام ما ظل للمسلمين ولا خانهم. قال أشار أبو بكر فأحسن، أو قال تكلم أبو بكر فأحسن. إذا أحسن كلام حسن يلا جيب له، ما يذكره. وقال عمر فأحسن، بينما مسلم في صحيحه يروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما استشار قال تكلم أبو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله، وتكلم عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله. ومعروف عرضهم مشورتهم، يذكر الواقدي وغيره من أرباب السير، إنها قريش وكذا، وترهيب وتحبيط للنبي صلى الله عليه وآله، تحبيط، ما قبل مشورتهم. بينما المقداد قال له يا رسول الله لا نقول لك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول إليك اذهب أنت وربك فإنا معكم مجاهدون. موقف المقداد وموقف سعد بن عبادة، موقف نبيل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تشاور حصل. وهل ميدان من الشورى الحباب بن المنذر قبل لا يصل النبي إلى المكان اللي صار فيه الجهاد، نزل على مكان، قال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا المكان، هذا الموقع، مكان أنزلك الله فيه، شعل حظ قبل لا يفتح المشورة، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، هذا بأمر الله المكان، أو هو الرأي والمشورة. قال له النبي بل هو الرأي والمشورة. قال إذن هذا المكان ملائم، انتقل بنا إلى أدنى ماء من القوم، هذا ذاك المكان أفضل. أخذ بمشورته الحباب بن المنذر.
في معركة أحد تشاور النبي صلى الله عليه وآله في كيفية المواجهة، وكان من رأي النبي أن يواجه عدوان المشركين في المدينة، ما يطلع خارج المدينة، يتحصن ببيوت المدينة ويواجه. بينما لا، رأي فتيان الأنصار اللي فاتهم الجهاد في بدر ومتحفزين إلى القتال والشهادة، قالوا لا، إحنا رأينا أن نطلع برا خارج. وهذا رأي الحمزة بن عبد المطلب، لقوة بأسه وشجاعته سل سيفه وكان صائم وخرج وقال يا رسول الله أخشى أننا إذا حاربناهم عند بيوتنا ظنوا أن ذلك جبن فينا، وإحنا ما نريد نشعرهم أن عندنا جبن أو خوف، نخرج ونجاهدهم. وصار يستبزل، وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله غلب هذا الرأي، وإلا كان في البداية رأي أن يواجه في المدينة، ولبس درعة بأبي وأمي، لبس لامة حربة ودرعة وأراد الخروج. وإذا فتيان قريش غيروا رأيهم، قالوا له يا رسول الله إحنا نسحب رأينا، إحنا نعرف رأيك أن نواجه في المدينة، مستعدين نتنازل عن هذا الرأي. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله لا ينبغي لنبي إذا لبس درعه أن يرجع حتى يفتح الله عليه، وخرج. كل المشورات فيها الميادين، ميادين المواجهة، على أنه بالتالي الرأي للنبي فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم نقول هالشورة هذه دقائق فقط، هذه الشورة بالله إذا هي واردة ليش أبو بكر ما طبقها؟ لأن بيعتفلت. ثم ليش ما طبقه وهو يعهد إلى عمر، نص على خلافة عمر نصا، ما شاور أحد، ما استشار أحد، ما طبق الشورى. ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف كما في تاريخ اليعقوبي وقال له كيف أصبحت يا خليفة رسول الله؟ قال أصبحت موليا وقد زدتموني على ما بي، إذ رأيتموني استعملت عليكم رجلا منكم فأصبحتم وكلكم ورما أنفه، كل واحد نافخ أنفه، وكل يطلبها لنفسه، يعني لا هو فكر بعقلية شورى ولا اللي حواليه فكروا بعقلية شورى، بدليل وكل يطلبها لنفسه. أكتفي بهذا القدر من التعليق حول هذا الأمر الذي لابد أفضينا فيه إلى أن هذا الافتراض الثاني، أن الوصول إلى القيادة الإسلامية عن طريق الشورى، أمر لا دليل عليه، ما ورد ولا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بهذا الأمر أحد من الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر، لأن هذه الشورى عمر هو مو شورى، هذه ستة مو شورى، منو يقبلها الآن؟ أبد ما عمل بها أحد، لم يعمل بها أحد، على أن الشورى في أفضل فرضياتها الأخذ بآراء الأكثرية، وآراء الأكثرية لما نسأل القرآن نصطدم ويا القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هاي الأكثرية مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، احنا نقول الأكثرية مو مؤمنين حكم القرآن، لما نريد نغلب رأي الأكثرية يعني نطيع الفسقة، يعني نطيع الفسقة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني القلة مؤمنين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لما نريد ناخذ بالأغلب والأكثر يعني معناه نطيع الفساق، هذه مشكلة، هذه طامة. ولهذا قلت لك أغلبية الأمة انصاعت إلى زيف الأمويين، بينما ركب الحسين يجوب البيداء، ووصل إلى زبالة، ووصل في زبالة خبر مقتل عبد الله بن يقطر. عبد الله بن يقطر هذا رسول الحسين عليه السلام، لكشف خبر مسلم، لأن اختفى خبر مسلم، وما وصل خبر مسلم إلى الحسين إلا في زرود على قول، أو في الثعلبية على قول آخر، فهو بعث عبد الله بن يقطر يكشف إلى خبر مسلم، في زبالة وصل خبر مقتل عبد الله بن يقطر. بأي كيفية؟ بكيفية وحشية جدا ترعب. لما أراد يدخل الكوفة ألقى القبض عليه الحسين بن نمير، أخذ إلى قصر بن زياد،
اختصارا ابن زياد قال له اصعد على المنبر والعن الكذاب ابن الكذاب. صعد عبد الله بن يقطر على المنبر وصاح: ايها الناس، انا رسول الحسين بن فاطمه عليهما السلام اليكم لتنصروه وتؤازروه على الدعي بن مرجانه. بس ما دا يقول هالكلمات، لكن بلغ الرساله، قال لهم هذا الحسين جاي. هالكلمات قالها، قال ابن زياد: اصعدوا به على القصر وارموا بجسده من اعلى القصر الى الارض. رموا جسده، تهشمت عظامه، رموا به من اعلى القصر الى الارض، تهشمت عظامه وبقي مرمي على الارض على التراب، لكن به رمق من الحياه. جاءه عبد الملك ابن عمير اللخمي وذبحه. فوصل الخبر الى الحسين. الحسين عليه السلام في زباله اذاع الخبر. قبل خبر مقتل مسلم، مقتل هاني، الآن مقتل عبد الله بن يقطر، وإذا أغلب الذين مع الحسين رجعوا في زبالة، فرقوا، ما بقي إلا منه هالنيف والسبعين، ما ثبت إلا القلة، إلا الخلص. ولهذا الخلص ولو كانوا قليلين لا يساومون على مبادئ الله، حتى لو أن الأغلبية الساحقة اختارت غير مبادئ الله. القلة ما تساوم أبد، ما تساوم، ما تبيع مبادئ الله وأحكام الله أبد، ولا تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال. ثبتوا ويا الحسين، مشض عن الحسين إلى شراف. عند السحر قال لفتيانه: استقوا من الماء وأكثروا. هذا أمر جديد في المواقع الأخرى، استقوا من الماء، هذا أمر خاص. أمر الله يا أبا عبد الله، الله يا من عين السماء ترعاك، الله يا ولي الله في أرضه. قال لهم استقوا من الماء وأكثروا، أكثروا من الماء. طلعوا، ضعن الحسين يمشي، وإذا واحد يكبر: الله أكبر، لما كبر؟ قال له: أرى نخلا في الوادي. قال بعض أصحاب الحسين ممن لهم خبرة بالمنطقة، قال له: لما عهدنا نخلا في هذا الوادي. قال لهم: إذن ماذا ترون؟ قالوا: أبا عبد الله، الذي نراه أسنة الرماح، آذان الخيل، هذه سيوف ورماح، هذه أول قلائع الحرب عليك يا أبا عبد الله. إجمالا، هل من ملجأ؟ قال له: نعم، هذا ذو حسم جبل يريد يستقبل القوم من وجه واحد، يحتمي من خلفه. وصل الحسين إلى ذي حسم وضرب المضارب عند الظهيرة، الشمس هجير وحر، وصل الحر الرياح في ألف فارس عطاشا ظماء. هذا أول لقاء بين القوم الذين قتلوا الحسين عطشانا. وصلوا إليه عطاشا، هم قتلوه عطشان وهو سقاهم بأبي وأمي. القضية معروفة: رشفوا الخير، اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترجيفا. وصل هذا علي بن طعان المحارب في آخر من وصل، عطشان وملهوف يريد يشرب ماي، يبحث عن ماي. قال للحسين: أنخ الراوية، يعني الجمل اللي عليه الماء، اللي يسقى به، اللي استقاء عليه. هذا ما فهم أنخ الراوية، ما عرف المعنى. قال لي: يا ابن أخي، أنخ الجمل. أخذ استقاء، يبدو ملهوف وظمآن، شايف العطش، الظمأ يأثر تأثير كبير على الإنسان، صار يشرب والماء يتدفق. قال للحسين: اخنث استقاء، يعني عطفه. بعد ما فهم، فقام حبيب الزهراء، قام من أناديه. أناديه وإياكم بهاليوم، أقول له: أبا عبد الله، أنت عطفت على ذولاك اللئام، أنت تعطفت يا حبيب الزهرة على هاللئام اللي قتلوك وسقيتهم الماء. أقول لك: أبا عبد الله، بجاه الزهرة تتعطف علينا، بجاه الزهرة تتعطف علينا يا أبا عبد الله، وتتوسل إلنا وتتشفع إلنا، نسقى من حوض الكوثر أبا عبد الله.
ونعم من يطلب من أبو علي حبيب الزهرة. قام بيد الشريفة ومسك السقاء وشرب ذاك الشقي. إجمالا خطب الحسين: أنا ما أتيتكم إلا بعد أن أتتني كتبكم. ما حد جاوب جواب. أذن الحجاج بن مسروق لصلاة الظهر، صاح الحسين بالحر: تصلي بأصحابك؟ قال: لا يا أبا عبد الله، بل نصلي بصلاتك. فرغ من الصلاة، عاد الحسين خطابه: أنا ما جئت إلا على ضوء الكتب والرسل اللي وصلتني من عندكم. وأمر بإخراج خرجين مملوئين من الكتب. قال الحر الرياحي: أنا لست ممن كاتبك، وقد أمرت ألا أدعك تعود إلى المدينة وأنا أخذك إلى ابن زياد بالكوفة. قال الحسين: الموت أدنى لك من ذلك. واتجه الحسين مباشرة إلى الرجال، إلى الأبطال: أركبوا الحرم على الهواجج، سيروا الضغينة، أركبوا الحرم والعيال. وتحرك ضغن الحسين وإذا بالحر الرياحي مع 1000 فارس يعترضون ضغينة الحسين. يقفون، يعني تصور، هي عائلة الحسين كلها رجال ونساء وأطفال، 200 وشوي على حسب يعني أقصى إحصائية، 1000 إلى 200 أضعاف، يعني العدد أضعاف. أنت تصور الآن هالألف هذا احتوشوا ضعن الحسين، التفوا حول ضعن الحسين، اعترضوا ضعن الحسين. هذه أول روعة دخلت على قلوب الفاطمية. وعلى لسان زينب، على لسان زينب: الله ياهي محنة حلت علي، جني أراها ترفرف طيور المنية. هذا الراثي يصور زينب وقد تروعت، تخاطب علي الأكبر يصورها، تقول له: الله ياهي محنة حلت علي، جني أراها ترفرف طيور المنية. يا ابني علي لا تصير سفرتنا ندامة، شوروا على الوالي يلين في كلامه، لأرض المدينة كان نرجع بالسلامة، لأرض الوطن وتعود دولة الأولية. وصبري على دخول المجالس يا سجية.
طور على هالوادي يا عزوتي ويا رجالي حطور على هالوادي يا قوم انا اسألكم وانا خبير اسمها هذه عرضي جدي كربوبة له سماها يشرب ثارها دمنا وتبخل علينا بماها راضي انا بهالتربة وحطوا من دوني احد فلا يملكها رب السماء طهرها ورب السماء باركها يا بخت من يقصدها ويا بخت من يسلكها هذا العروس عنها فلا أنا ماضي وعنها فلا أنا رايح فيها تصير العركة وفيها يصيح الصايح وفيها العداء تذبحني وابقى عفير وطايع وراضي انا بهالتربة يا وحطوا على اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قمن علينا وعلى جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة لا سيما من دعوناك لأجله وسببه. اللهم داوه بدوائك وشافه بشفائك برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة تسبقها.